أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث، نحلل ونناقش آخر المستجدات السياسية وربما نقرأ في تطوراتها أو في أبعادها على مستوى الملف الفلسطيني والملف العربي والإقليمي للقطب الأول إن صح التعبير في السياسة الموجودة، الولايات المتحدة وسياساتها تجاه المنطقة. دعوني في البداية أرحب بالدكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس. تحياتي دكتور. أهلا. كالعادة نبدأ سريعا بجولة العناوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش، نتابع. نبدأ هذه الجولة بأبرز ما تداولته الصحف المحلية ومن جريدة القدس. نقرأ: استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب يعرقل صرف الرواتب. مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة قرب الجلزون ويهاجمون مزارعا في بيت أمر. جريدة الأيام عنونت: في حزمة، قوات الاحتلال تمنع إقامة عرس رمزي بين فلسطيني من الضفة وفلسطينية من الناصرة. والأسير العساوي يرفض عرض الاحتلال بالإبعاد مقابل الإفراج عنه. إلى صحيفة الحياة الجديدة، وزير الخارجية رياض المالكي يشارك في تشييع الرئيس الفنزويلي ممثلا عن الرئيس. والملك عبد الله الثاني يأمل في أن تعطي زيارة أوباما زخما لعملية السلام. ننتقل إلى الصحف العربية ومن جريدة الدستور الأردنية نبدأ: محكمة مصرية تقضي بإعدام 21 متهما في قضية استاد بورسعيد. ومن صحيفة الغد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف يقول: نرفض تعديل مبادرة السلام العربية وزيارة أوباما علاقات عامة. إلى صحيفة الأهرام: عنف بالقاهرة وبورسعيد بعد الحكم في مذبحة استاد بورسعيد وحرق مقر اتحاد الكرة وندى الشرطة والأهالي يمنعون إغلاق القناة. إلى صحيفة الخليج الإماراتية: حياة أسير في سجن الرملة تحت الخطر. نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومن الشرق الأوسط، نقرأ: قلق أمريكي من تعاون نووي بين كوريا الشمالية وإيران. إلى صحيفة القدس العربي: حماس تؤكد أن زيارة أوباما للمسجد الأقصى إعلان حرب والجهات تدعو لرجمه بالأحذية. ننتقل إلى أهم ما جاء بالصحف الإسرائيلية ومن معرفة التي كتبت: لبيد يش عتيد وزيرا للمالية وبنت البيت اليهودي وزيرا للتجارة والصناعة. إلى صحيفة هارتس: بعد 3 شهور من صدور قرار المحكمة، الجيش سيهدم جدارا بالقرب من مستوطنة عفرة وآدم. ومن صحيفة يدعوت أحرنوت: محكمة إسرائيلية تلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويض لعائلة إسرائيلي قتل خلال عمله. ونختم هذه الجولة من الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست: أوباما يعترف بأن أفاق السلام ضعيفة. إلى نيويورك تايمز: الانقلاب العسكري الحل الوحيد لإنقاذ مصر. وأخيرا من الجارديان البريطانية: مراكز تدريب لمسلحين سوريين في الأردن تديرها أمريكا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع دكتور عبد المجيد سويلم. دكتور، دعني أبدأ بالدور الأمريكي الجديد في المنطقة والسياسة الأمريكية الخارجية تجاه تطورات المنطقة، يعني التفاهم مع الإخوان المسلمين أو ما يشبه التحالف الذي جرى مؤخرا بات معلنا، وأصبحنا نشهد زيارات رسمية لوزير الخارجية الأمريكي وما سبقته أيضا هيلاري كلينتون لجمهورية مصر العربية، ثم الضغط أو قبول الإخوان المسلمين بدعوة أمريكية لأن يرعوا أو يكونوا وساطة رسمية بين حركة حماس وإسرائيل. هذا تطور لم نكن نشهده في النظام السابق. ما الذي يجري على صعيد مصر أولا في السياسة الأمريكية في وقت صحيفة الشرق الأوسط طارق لحميد كتب مقالة بعنوان خراب مصر، هل قرأتم هذا المقال؟ يشير إلى ما كتبه ديفيد أغناتيوس شخص فيه في الواشنطن بوست وشخص فيه واقع الأزمة المصرية، تحدث عن الارتباك السياسي والاقتصادي من دعم واشنطن لمصر، والحديث من أنه هذا التحالف سيبقى وأن الولايات المتحدة معنية بحكم الإخوان في مصر حتى وإن كان هشا لأن البديل عن ذلك هو الجيش. نعم. دعنا نفهم على صعيد مصر أولا. نعم. بالنسبة للملف المصري، وأنا أعتقد أنه يعني الملف الأهم في موضوع الدور الأمريكي الجديد في المنطقة، باعتبار أن مصر لها الثقل الذي نعرفه، باعتبار أن مصر هي مدخل مباشر للسياسة العامة الأمريكية على مستوى الإقليم. يعني بغض النظر عن المسميات، حصل هناك تفاهم
ما بين الأمريكان وما بين الإخوان المسلمين. البعض يسميها صفقة، البعض يسميها تحالف، بغض النظر عن هذه التسميات، هناك ثلاثة قضايا وافق عليها الإخوان المسلمون، وهذا الشيء لم يعد يعني تكهن سياسي ولا استقراء سياسي، هو الآن ينتمي أو يصنف في دائرة المعلومات. المسألة كالتالي: ما هو رأيك؟ يعني سئل الإخوان عن رأيهم في موضوع العلاقة مع إسرائيل وأمن إسرائيل ويعني كام ديفيد ومستقبل كام التزموا ديفيد فيها، وكانت النتيجة واضحة أشد الوضوح. الموضوع الثاني: هل لديكم أي برامج لتغيير القاعدة الاقتصادية والاجتماعية للسياسات التي كانت سائدة في مصر قبل 25 يناير؟ وكان الجواب لا. والنقطة الثالثة والأهم: هل لديكم استعداد أن تقفوا معنا في عملية الليبرالة التي يعني توجد عمليا أو يعني وجدت قاعدتها الأساسية قبيل اندلاع يعني الربيع العربي؟ فكان رأي الإخوان: نحن مستعدون لقبول قدر كبير. شو يعني الليبرالة؟ يعني الليبرالية يعني الحرية، بمعنى التعددية، بمعنى يعني إلى آخره. طيب. يعني الانتخابات، مجموعة هذه القضايا التي يعني تعتبرها الولايات المتحدة مقياس للتنمية السياسية ومقياس للعلاقات السياسية يعني مع دول العالم مع ودول الإقليم على وجه التحديد. على هذه القاعدة تمت الصفقة، وبالتالي الصفقة تمت، والأمريكيين لا يغيروا استراتيجياتهم بعيدة المدى بين ليلة وضحاها، وهذه المسألة لا يعني تعود أو العودة عنها لا يعود لحدث هنا وقضية. طيب دعني قبل أن أنا يعني جوابي على هذا السؤال أن الإدارة الأمريكية معنية بالنظام الحاكم في مصر. أكبر دليل على ذلك كان ما أوضحه كيري في زيارته الأخيرة عندما تحدث عن مسألتين في منتهى الوضوح. المسألة الأولى عندما قال: يجب على صندوق النقد الدولي أن يعطي القرض لمصر. والقضية الثانية عندما طلب كيري من الإنقاذ يعني الدخول في انتخابات، جاءت المحكمة الإدارية لتقول بأنها غير دستورية بعد أسبوع من مغادرته للقاهرة. بمعنى أو بآخر يعني التحالف مع نظام الحكم الإخواني، التحالف بين الأمريكان ونظام الحكم الإخواني، أنا أعتقد أنه تحالف بين واضح غير قابل للاهتزاز من وجهة النظر الأمريكية، وأي قضية هنا وقضية هناك لا تؤثر على جوهر هذا التحالف الذي يتم. طب هذا التحالف كيف سيصمد أمام ما يشهده الشارع المصري من غليان من ناحية، ومن عدم التزام الإخوان المسلمين بالتفاهمات على الأقل واحدة من اثنتين من ثلاثة التي قلت بأنهم سئلوا عنها، مسألة الليبرالية وتقبول الآخر أو الليبرالة. الجيش المصري أين من هذه المعادلة في وقت صحيفة مثلا نيويورك تايمز تقول الانقلاب العسكري الحل الوحيد لإنقاذ مصر، يتفق مع هذا الرأي أكثر من مراقب لمن يتابع أحداث بورسعيد ومدن القناة بشكل عام؟ نعم، يعني لست سعيدا أبدا بأن يأتي الجيش ليحل محل الثورة، ولكن يبدو أن الأمور في مصر تسير بهذا الاتجاه. ما هي المؤشرات الرئيسية على ذلك؟ المؤشر الأول أنه سابقا وإبان حكم المجلس العسكري كانت معظم القوى الوطنية وبما فيها الإسلامية أو والإسلامية كانت ضد استمرار المجلس العسكري بالحكم، وكانت تعتبر أن استمرار المجلس العسكري بالحكم يعني إجهاض الثورة. استطلاعات الرأي الآن في مصر تقول بأن غالبية كبيرة متزايدة متصاعدة متنامية تقول لابد أن يأتي الجيش، لأننا أمام حالة كارثية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي هناك اعتقاد سائد متزايد متنامي بأن الجيش يمكن أن يحل هذه الإشكالية المستعصية التي لم يعد يعني يبدو أمام الشعب المصري من حل. القضية الثانية أنه مش فقط قواعد الإنقاذ والقواعد الوطنية والقواعد الليبرالية والقواعد الديمقراطية أصبحت بشكل أو بآخر تفهم بأن دور الجيش قادم، أصبحت تعتبر أن دور الجيش يمكن أن يكون دورا وطنيا، بمعنى إنقاذ البلاد من الحالة الكارثية التي وصلت إليها. يعني بمعنى هناك مطلب اسمه
يعني يدعو الجيش لاستلام السلطة. طيب أنا خذي السؤال المليونية صحيح. التي نظمت تحت شعار يعني ليأتي الجيش. سؤالي، كيف سيصمد تحالف الإخوان المسلمين مع الولايات المتحدة في حال فعلا أتى الجيش المصري واستلم زمام الأمور؟ أولا يعني هو الموضوع كله وبرمته يؤشر أن مؤسسة الجيش هي مؤسسة وطنية، وأن هذه المؤسسة ليست أمريكية كما كان الإخوان المسلمين يوحون قبل الثورة وأثناء يعني حكم المجلس العسكري. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت المخاوف الرئيسية للولايات المتحدة والتبرير الرئيسي في دعم الإخوان واستمرارهم في التحالف معهم هو أنه الخوف من الجيش، يعني هو يكمن في الخوف من مجيء الجيش، فهذا يعني أن الجيش يمثل خطرا على السياسة الأمريكية، أو على الأقل ليس في جيب الولايات المتحدة. هذه مؤسسة وطنية ليست في جيب الولايات المتحدة. أنا لا أدعو إلى مجيء الجيش ولست سعيدا بهذا المجيء، ولكن كيف سيصمد؟ سؤالك كيف سيصمد؟ لن يصمد، سيأتي الجيش. باختصار، لأن نظام الإخوان فشل فشلا ذريعا في إدارة مصر، ولأن الحركة الوطنية والديمقراطية والليبرالية والقومية واليسارية على الرغم من كل يعني الوجه الإيجابي الذي حاولت أن تمثله حتى هذه اللحظة السياسية، لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن هذه الجبهة القوية المتماسكة موجودة بقوة وبفعالية وتستطيع الآن أن تشكل بديلا للإخوان. أصلا يعني الجيش سيأتي لأن الحكم الإخوان أصبح واضح الوجهة، والإنقاذ والقوى الوطنية ليست ناضجة بما يكفي لاستلام السلطة ولتقديم بديل، وبالتالي الفراغ الخطر الآن الموجود في مصر لا يمكن أن تملأ أي مؤسسة وطنية إلا مؤسسة الجيش. بهذا المعنى ومن هذه الزاوية الجيش سيأتي، لا يعني الجيش سيأتي إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، سيتدخل الجيش، ستزداد قدرة وقوة الجيش في التدخل، ربما ليس على شكل انقلاب أبيض ومباشر، ولكن الجيش من اليوم بدأ في التدخل. في الآن الجيش هو الذي استلم بورسعيد، وعلى الطريق المدن الأخرى، وأنا أعتقد سيطلب من الجيش تأمين المؤسسات في القاهرة والإسكندرية، وبعدها يكون الجيش فعلياً قد يعني بدأ يفعل واضحة. فعله في الحياة السياسية المصرية. طيب فهمنا هذه النقطة، ولكن في نقطة أخرى أيضا، أوباما عندما قرر وقال بأن على مبارك أن يرحل فورا، كانت معطيات الحالة المصرية في الميدان مشابهة إلى حد كبير وربما اليوم أسوأ مما شهدته في تلك المرحلة. إلى أي مدى يستطيع الدور الأمريكي أن يعني يحفظ ماء الوجه في دفاعه عن الديمقراطية التارة وحماية من هو ضد الديمقراطية أو ضد نظام الإخوان في مصر، في يعني ونحن على اعتاب زيارة أوباما إلى المنطقة فيما يسمى تحريك عملية السلام مع إسرائيل؟ يعني أنا رأيي أن أعان الله الأمريكان على الوضع الذي يعيشون الأمريكيين. من وجهة نظري يعيشوا أزمة حقيقية الآن، أن تحالفهم مع الإخوان أنتج فشلا مكعبا، وطلبوا من القوى الوطنية أن تذهب إلى انتخابات هي غير دستورية ولمصلحة الإخوان، وكانت النتيجة أن جزء كبير من قيادة الإنقاذ لم تتشرف بين مزدوجين ورفضت لقاء كيري. وبالتالي هناك صدام إذا أردت الحقيقة ما بين الشارع المصري الوطني الديمقراطي الليبرالي القومي اليساري المصري الوطنية المصرية، هناك صدام ما بين الوطنية المصرية وما بين الموقف اللي فاهم لب الموقف. نعم. طيب أستاذ دكتور عبد المجيد، كيف نسحب هذا التفاهم بين الولايات المتحدة والإخوان المسلمين في مصر ونربطه برفض الولايات المتحدة للمصالحة الفلسطينية أو إتمام المصالحة الفلسطينية في وقت من يشرف عليها هو مصر التي يحكمها الإخوان المسلمون وحركة حماس التي هي يعني فرع من فروع الإخوان في فلسطين؟ أنا لا أفهم المعادلة التي أوافق هنا ولا أوافق هنا، أو أوافق في هذا البند ولا أوافق في بند آخر، كيف نفهمه؟
نعم، بصراحة هناك أسباب خاصة فلسطينية تقف وراء تفسير هذه الظاهرة المتناقضة التي تفضلت بها، وأنا أتفق معك أن هناك تناقض، لكن من وجهة نظري الأهم في هذا الموضوع هو أن الإخوان المسلمين وكلوا بترويض حركة حماس سياسيا. لا يستطيع أحد أن يقول بأنه قد تم ترويض حركة حماس بالقدر الذي يريده الأمريكيون والإسرائيليون. حتى هذه اللحظة الأمور لم تصل بعد إلى انضاج بين مزدوجين حركة حماس لإدخالها في اللعبة السياسية ولقبولها أمريكيا. حتى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة، لكن من وجهة نظري أن الموقف الأمريكي من قضية المصالحة هو موقف يرتبط بالموقف الإسرائيلي من جهة، وبموقف قدرة مصر وقطر وتركيا على ترويض حركة حماس، ونحن ما زلنا في الطريق إلى هذه العملية ولم نصل بعد إلى نهاية حاسمة. طب لحظة، ولكن بالنسبة لإسرائيل، يعني بما أنه الموقف الأمريكي، بس الموقف الإسرائيلي خاص هنا. طيب، خاص في مسألة المصالحة وليس خاص في مسألة مصر، صح؟ طبعا. طيب، خاص بمسألة المصالحة ليش؟ لأن المصالحة تعني إنهاء الانقسام بشكل أو بآخر. إنهاء الانقسام يقوي يعني السلطة الفلسطينية، يقوي الموقف الفلسطيني الرسمي. يعني ما زالت إسرائيل تعتقد أننا ذاهبون باتجاه يعني معركة سياسية مستعرة أكثر استعارة مما كانت. طيب، أنا حتى أستثمر الوقت. إسرائيل تحسب حساباتها الخاصة هنا ولا تحسب الحسابات الإقليمية على وجه الدقة يعني. طيب، أستثمر الوقت في أن أقرأ في مواقف حركة حماس الأخيرة. أنا يعني لا أستوعب الخروج اليوم المواقف أو الشعارات أو المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن الخلاف بين تيار إسلامي وتيار علماني هو أصل الانقسام بين فتح وحماس، لم أستوعب من لحظة ما نطق به الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي في الفترة الأخيرة، أو ما نرى في منحيثيات ملموسة في غزة. مثلا اليوم أكرم عطالله في صحيفة الأيام كتب مقالة بعنوان في غزة ممنوعات من الجري ممنوعون من السفر، يتحدث عن أن الفلسطينيين هناك اعتبارات حزبية، اعتبارات مضايقات حركة حماس أو حكم حماس يمنع بعض عن آخر في مسألة السفر من معبر رفح. وأيضا السيدات اللواتي كان من المفترض أن يشاركنا في ماراثون لوكالة الغوث أجري قبل عامين أو في العامين السابقين، كل عام كان يجري وتحت حكم حماس. لماذا هذا العام بالتحديد؟ ولماذا اليوم بالتحديد نسمع هذا الكلام وأنه منافن للعادات والتقاليد وأنه بصيرش النساء تمارس رياضة؟ أنا يعني عندي تفسير لهذا السؤال الهام، وأميل إلى الاعتقاد أن أولاً أن يعني الله لم يوفق دكتور دويك يعني في تصريحاته، باعتبار أن الخلاف في الساحة الفلسطينية هو خلاف ديني، لكنه خطير. هذا الكلام هو خطير جداً. ولكن دعيني أفسر هذه المسألة. تفسيري لهذه المسألة بأن حركة حماس استنفذت إمكانية اللعب على الخلاف السياسي، بمعنى لم يعد الخلاف السياسي مقنعاً للناس بأن هناك خلاف سياسي كبير في الساحة الفلسطينية. الشارع الفلسطيني شارع ذكي وشارع له تجربة سياسية، أصبح يدرك بأن المسألة لا تكمن في خلاف سياسي حقيقي. بالتالي حرف المسألة ولم يتبقى من الذرائع ما لم يعرف. لم يتبقى شو مقاومة وانت يعني مع التهدئة أو أيوه يعني صحيح. طيب، يعني بمعنى أو ومساومة يعني وين ساومت القيادة الفلسطينية؟ يعني أعطيني مثلا تحت أي عنوان، أعطيني عنوانا محددا حتى نقول أن هذه القيادة ساومت على ماذا؟ لا يعني وبعدين على يعني على مبدأ الدولة أم على مبدأ على القدس أم على معلش حتى تدخل أمريكي والحديث عن أنه والله زيارة أوباما هي من عطل المصالح. طب ما هو أنتم مع الإخوان لا مصر. لا يعني أنا بعتقد أنه الشارع الفلسطيني أذكى من أن يستثمر الموضوع السياسي. طيب، لحركتها. أنا أعتقد يعني اتجاه الأسلمة أو اتجاه الذهاب إلى يعني القمع الاجتماعي إذا أردت، أو تسييس الدين وإدخال المسألة الدينية في السياسة اليومية وبالتالي في الممارسة السياسية، أنا بعتقد أنه بنقذ بعض الأطراف في حركة حماس من الحرج السياسي الذي يعني بات واضحاً
في عدم قدرة الحركة على تبرير هذا الانقسام، وفي عدم قدرة الحركة على تبرير استمرار حكومة لقطاع غزة تحت هذه المعدلات من الفقر والبطالة وإلى آخره، وتحت هذه المعدلات من القمع إذا أردت. أنا أعتقد بأن حركة حماس أو جزء من الوهابية داخل حركة حماس يعني الآن تنتعش من أجل التغطية على الفشل السياسي، أو التغطية على عدم قدرة استخدام العامل السياسي في يعني إثارة الصراع أو التناقض أو يعني تصوير التناقض القائم في الساحة الفلسطينية. التناقض القائم في الساحة الفلسطينية بين مشروع انقسامي يخدم إسرائيل وبين مشروع وحدوي لمواجهة إسرائيل. هنا حركة حماس عندها إحراج شديد. أنا أعتقد استخدام الدين أو يعني حشر الدين في زاوية السياسة أو تسييس أي شيء بما فيها الرياضة ووكالة الغوث والرياضة وكالة الغوث، أنا بعتقد يعني كل هذه مسائل لو غير رياضة وكالة الغوث يتم استخدامها بوعي ويتم استخدامها بهدف. لكن الأهم اللي بدنا نعرفه أنه أيضا هناك قوة سلفية، وهذه القوة السلفية تضغط على المجتمع، وجزء كبير من 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 سلوكيات الإخوان المسلمين بما فيهم حركة حماس يعني تخضع لاعتبار قدرة القوى السلفية في يعني حفاظا على القاعدة الشعبية، لأن قاعدة الإخوان المسلمين إذا أردت هي قاعدة دعوية ربيت على الوهابية وربيت على التطرف وربيت على التزمت وربيت على الإقصاء الانغلاق الاجتماعي. وبالتالي أنا لا يجب ألا نستغرب مثل هذه السلوكيات. نعم، نتمنى ألا نتحول إلى فرز في المجتمع الفلسطيني بين كافر وبين أنا أعتقد هذه مؤامرة لن تمر. الشعب الفلسطيني لديه قضية وطنية وعنده خبرة سياسية ووعي أعلى بكثير من ذلك. طيب دكتور عبد المجيد، نعود إلى الدور الأمريكي وسياسات الولايات المتحدة وإلى زيارة أوباما إلى المنطقة والحديث عن طلب أمريكي بتعديل بإجراء تعديلات على مبادرة السلام العربية بأن تتضمن تبادل للأراضي أو مبدأ تبادلية الأراضي، صيغة تبادلية الأراضي في سياق الحديث عن الصراع الإسرائيلي الصراع العربي الإسرائيلي، وأيضا إدخال تعديلات تفضي أو الحديث عن التعاون الإقليمي وتطبيع العلاقات بين الدول العربية والاحتلال. قالت واشنطن بأن هذا يأتي في سياق طمأنة إسرائيل لتحفيزها للدخول في عملية سياسية تبدو معطياتها غير متوفرة في إسرائيل. الدول العربية والإسلامية رفضت هذا التعديل ولم توافق عليه. في الجانب الفلسطيني أيضا رفض هذا الكلام، لأنه أصلا المبادرة السلام العربية لم تقبلها إسرائيل من وقت ما صدرت حتى يومنا اليوم، وهي تتحدث عن تطبيع أصلا في العلاقات، وقد وقعت عليها دول إسلامية منها إيران. على الدور الأمريكي على هذا الصعيد، ماذا نفهم من هذا الطلب من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف نربط تحريك ملف الفلسطيني أو صراع العربي الإسرائيلي في هذه الفترة في وقت نسمع عن تحول في المواقف الأمريكية باتجاه دعم المعارضة السورية في سوريا، وأن هناك مراكز تدريب لمسلحين سوريين في الأردن تديرها الولايات المتحدة بحسب الجارديان مثلا؟ نعم، دعيني أبدأ من الملف السوري لأذهب إلى السؤال الذي تفضلت به. أنا لا أرى حلا سياسيا بسوريا، ولا أرى أن هناك تقاربا يعني ما بين واشنطن وموسكو إلى درجة الوصول إلى الحل السياسي. أنا أعتقد ما يجري على الأرض هو تسريع في الحل العسكري وليس في الحل السياسي، من وجهة نظري أن الأمور تسير باتجاه يعني تسليح المعارضة إما جزئيا أو بصورة غير مباشرة وتدريبها بغض النظر أين وكيف ولماذا. ومن وجهة نظري أن المعارضة في الأشهر القليلة القادمة ستمتلك من الأسلحة ما يمكنها من المجابهة بصورة مختلفة، وما ربما يمكنها من منع قوات النظام من استهداف مناطق مدنية يعني بواسطة المدفعية والصواريخ متوسطة وبعيدة المدى بين مزدوجين يعني في إطار الأراضي السورية. وبالتالي أنا لا أميل إلى كل الأحاديث التي تقول بأن هناك تقارب يصل إلى درجة هذا ما قاله مثلا حتى يعني نفيد السادة المشاهدين في نظرة عليا تسيفي مغين، هل يتبلور تفاهم روسي أمريكي على سوريا؟ يقول في مضمون مقالته هناك إحساس يتعاظم بأن الروس والأمريكيين يوشكون على التفاهم في الوضع في سوريا بحيث يتواصل شكل من أشكال النفوذ الروسي في المنطقة إضافة إلى بعض المكاسب الروسية في مناطق أخرى مقابل إحداث تغيير جزئي في النظام. نعم، يعني بمعنى أو بآخر هذا لا يعني بأن هناك تفاهم على إزاحة الأسد وتغيير نظام الأسد. يعني هذه مسألة
أصبحت معروفة. لكن بالعودة إلى الموضوع الذي يتعلق بمبادرة السلام العربية والموقف الأمريكي، شاهدتك قبل عدة أيام مع أحد الضيوف وأنت تقولين كلما كانت هناك أحداث كبيرة يأتي الأمريكيين ويقدموا. أنا هذه قناعة، وهذا صحيح بالمناسبة. وإذا يعني لاحظنا المراحل السياسية الأخيرة يعني في السنوات العشرة أو العشرين الأخيرة، نلاحظ أنه كلما كان هناك حدث سياسي متغير سياسي كبير يعني يأتي الأمريكان بمبادرة سياسية لامتصاص الواقع الإقليمي، يعني ويعني محاولة تصوير أن الولايات المتحدة مهتمة بالصراع العربي الإسرائيلي ومهتمة بحل هذا الصراع إلى آخره. وهذا يعني كما تفضلت حصل ويحصل ومتكرر ويكاد يكون ثابت متكرر يعني في السياسة الأمريكية. لكنني ومع تأكيدي على صحة ذلك، لكنني أعتقد بأن الولايات المتحدة الآن هي معنية بإيجاد حل وليس بتكتيك سياسي يعني تصويري، بمعنى تريد أن تصور المسائل على شاكلة معينة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة معنية بالحل هذه المرة. شواهدي ودلائلي على يعني هذا كثيرة، ربما لا يتسع لها الوقت، يعني أرجو في المستقبل إذا أتيح يعني فرصة أن نناقشها أو أن نعرض إليها. يعني هل نقاط محددة؟ هل نعم تصوير؟ يعني الولايات المتحدة تعتقد أن المتغيرات الإقليمية إذا ما بقيت على هذه الشاكلة بدون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة ستخسر المنطقة الإقليم. يعني هناك خطر، ومدعوما بإيش؟ مدعوما بسياسة التطرف الإسرائيلي. يعني الولايات المتحدة تخاف من التطرف الإسرائيلي، لأن التطرف الإسرائيلي سيؤدي إلى تغيرات جذرية في المتغير العربي تؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد المصالح الأمريكية. هذه الرؤية الأمريكية الرئيسية. من على هذه القاعدة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تعمل جديا من أجل إيجاد حل. هنا هل هذا الحل مقبول؟ هل هذا هو الحل هو الصحيح؟ يعني أنا من وجهة نظري نعم، الحل الذي تريده الولايات المتحدة من وجهة نظري أنه معادي لمصالحنا الوطنية وللمصالح القومية للإقليم. وما زالت الولايات المتحدة تعتبر أن حليفها الرئيسي هو إسرائيل، وأن مصالح إسرائيل الاستراتيجية هي الأساس، وليست لا مصالحنا الوطنية كفلسطينيين ولا المصالح القومية بالنسبة لدول الإقليم. وبالتالي نحن أمام مأزق حقيقي. الولايات المتحدة تريد أن تصل إلى حل، وفي نفس الوقت هي تريد أن تأخذ بعين الاعتبار أولا وعاشرا وألف المصالح الإسرائيلية أولا. من هذه الزاوية هناك إشكالية وإشكالية يعني كبيرة. أنت تعتقد بأنه في هذه المرحلة الولايات المتحدة أكثر حرصا على إسرائيل من إسرائيل نفسها؟ نعم، وأنا أعتقد أنها ليس، وهي قالت ذلك وصرحت بذلك. ومن وجهة نظري أن المجتمع الإسرائيلي سيستجيب لهذه الرؤية الأمريكية في القريب العاجل، وليس يعني بعد عشرات السنين. أنا كنت أريد أن أستفيد أيضا في الموقف الفلسطيني من ذلك، ولكن داركني وقت البرنامج. شكرا لك الدكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس. شكرا لك سيدة. دائما للحديث بقية مشاهدينا الكرام، نتابع في الغد. هذه تحياتي أميرة حنانية، ومن طاقم العمل دائما ألف تحية. إلى الزاوية الكاريكاتيرية فلتتفضلوا، دمتم بخير وإلى اللقاء. سريع.